وبرضه من اللعيبه اللي برضه الواحد مبسوط لها بصراحه ان هي خدت حقها الفتره فاتت. طاهر كان بيأدي بشكل كويس وكان عنده روح واصرار واجتهاد، وهو شخصيته شبه النادي الاهلي، الروح والاصرار والعزيمه، الحاجات دي فممكن في النادي الاهلي تبقى هي الاساس قبل الموهبه وقبل المهاره، هي صحيح. الاساس وهي اللي بتنجح يعني. صحيح. طب بمناسبه طاهر، انت شايف طاهر ده مستواه من الموسم الماضي ولا هو انفجر او توهج اكتر مع بدايه الموسم الحالي؟ عشان بعض الناس كانت تلوم، بعض جماهير النادي الاهلي كانت تلوم على طاهر في بعض المواقف في الموسم الماضي. هو يعني انا شايف ان هو بيزيد من فتره لفتره، يمكن مفنش بطوله افريقيا بشكل كويس مع النادي الاهلي، وقدم اداء كويس بالذات في الماتشات اللي بره كان بيأديها بشكل كويس جدا. صحيح. لكن هو انا بشوف ان الراجل برضه فرق معاه، يعني هو لقى نفسه مع الراجل والراجل مديله ثقه وعامل منافسه كويسه بين اللعيبه، فهو بيقدم افضل اداء ليه الفتره دي، فبتمنى له التوفيق ان شاء الله.